بمناسبه ان احنا يعني جبنا سيره اللي مصيطنا في كل المحافل الدوليه فخر مصر والعرب محمد صلاح، خلونا نروح لنادي ليفربول الانجليزي اللي احتفل بنجمه المصري محمد صلاح، واحتفل بكل ما يقدمه من مستوى متميز جدا في الموسم الحالي في البريمير ليج. نشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لجماهير ليفربول وهي بتهتف بالاغنيه الشهيره الخاصه بمحمد صلاح اللي كلماتها بتقول مو صلاح مو صلاح يركض في الجناح. طبعا يعني الحقيقه كلنا سعداء جدا 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 بالمستوى الممتاز اللي بيقدمه محمد صلاح في الفتره الاخيره، خصوصا في موسمه الخامس مع ليفربول، دخل بالفعل نادي المئه مع ليفربول وسجل تسع اهداف في 9 مباريات مع الفريق في الموسم الحالي فقط، وطبعا بيتصدر قائمه هدافي البريمير ليج برصيد 6 اهداف بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. والحقيقه الكلام عن محمد صلاح لا ينتهي، تعالوا نشوف هذا الفيديو الاحتفالي احتفال الجماهير بمحمد صلاح ونرجع نكمل كلامنا.